الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنكمل الفيديوهات بتاعة الأرجامك أركتكتشر. النهاردة هنعمل معبد طريق الأكباش أو معرض الكرنك، معبد الكرنك. طبعا دي المسلات، دي الأكباش أهي، وده المدخل بتاع المعبد. تعالوا كده نشوف مع بعض إزاي نشتغل نقطع المجسم ده، يلا بينا. طبعا يا جماعه زي ما اتعودنا قبل كده نمسك الحاجات الداخليه الصغيره هي اللي تقطع الاول، لكن لو عملت اللي بره هتلاقي هنا في مشكله هتقابلك. فايه، خلينا في اللي جوه الاول كده. وتلف الورقه عادي جدا مفيش مشكله ابدا. بص يا باشمهندس، طالما دي مش مأمولة كده يبقى خلاص دي مش هتقطع كلها، هتتني بس. طبعا انت بتلف الورقة بسهولة كده هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا، مش ممل ولا حاجة. طب انا الورق ده ناعم شويه فحلو قوي في التقطيع يعني، بس مشكلته في التاني، هو متعب في التاني فقط، ولكن في التقطيع جميل خالص ولين معاك، بيمشي معاك بسهوله اهو بالمنظر ده كده. دي كانها تماثيل كده ورا. يبقى احنا كده خلصنا الاربع تماثيل اللي فوق، نخش على التماثيل اللي تحت دي. الموضوع مش صعب ولا حاجه، بس هي اي تمرين بسيط خالص انك تمسك القطر كويس وما تعورش نفسك، اهم حاجه. هنبتدي بقى نعمل الاكباش اللي هنا دي اهي. طبعا عشان المساحة صغيرة يا جماعة فايه عايزة دقة بسيطة خالص، ما تستعجلش، واحدة واحدة كده تيجي تلاقيها معاك زي الفل. بالمنظر ده كده بهدوء ما تستعجلش. نخش على اللي بعديه. مجرد بس ما بنخلص الحاجات اللي هي اللي فيها منحنيات دي هتلاقي بعد كده كل الموضوع سهل، بجيب المسطرة على طول. لو لاحظتوا كمان انا ما خدتش اي خطوط افقيه خالص، الخطوط الافقيه دي من قطعي. تمام، برضو وكذلك هنعمل بقى دول. هنا بقى هنخش المرحله اللي هي بتقطيع بالمسطره. نخلي بالنا برضو يا جماعه الحاجات المنقطه اهي ماليش علاقه بيها خالص، مش هتقطعها، هنمسك الحاجات السليمه بس، خطوط السليمه هكذا بسرعه كده اهو. يعني هو تلاقي تحس ان الموضوع كبير، ولكن بالعكس سهل جدا جدا جدا. بنقطع كل الفيرتيكال اهو، او كل اللي بالمسطرة عموما، فعلا اغلبيته هتلاقي كل الفيرتيكال اهو، كل الخطوط الرأسية اهي، والكم خط المايل دول. بس ده هيتقطع خالص، دي ودي. عشان مش منقطه زي ما انتم شايفينها، سليمه. اوكي، دي سليمه اهي، كل السليم زي ما انتم شايفين.
هنكمل برضو ده سليم، هو بيتقطع زي ما احنا شايفين، ده برضو نفس الفكرة يتقطع بالشكل ده وهكذا. اي خط سليم يا جماعة بيتقطع، المنقط لا. اوكي، حتى الخط المائل اهو برضو بيتقطع معانا كده اهو، المنقط هو اللي هيتني بس. وهكذا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. ده برضو هتقطع اهو، شوف تلاقي 100% احنا بنقطع الخطوط البرتيكال اهي. نيجي نمسك بقى المسلتين دول، السن بتاعه طبعا محتاج بالايد كده. شوف هنا، شوف غلطة اللي وقعنا فيها هنا، ما انا عملهاش هنا اهو. ناخد دي الاول كده، شفتوا يا جماعة لما قلنا ايه نعمل حاجات صغيرة الاول اهي، مكب المسطرة بقى كده الموضوع بقى اسهل. اي خط بقى رأسي زي ما انت شايف كده تعمل معاك اهو على طول. البوابة دي هتقطع اهي، اللي هو المدخل بتاع المعبد نفسه. اي خط رأسي زي ما احنا شايفين اهو. كل الرأسي حتى الأكباش دي اهي بتقطع، ده اتقطع تمام. حتى بص انت ماشي بقطر بتبقى عارف ان ده اتقطع. شوف هنا اهو، شوف انت بتعمل كده بتعرف ان ده ما اتقطعش، هترجع له تاني اهو. نمسك جزئية جزئية كده نتمم عليها تمام. اهو الحتة المايلة ما اتقطعتش، لو اتقطعت بس مش قوي يعني. تمام كده يا جماعة، بص بكل بساطة شايف دي هتتنيها لفوق اهي، ركز معايا كده دي زيها، هتلاقي الموضوع بسيط جدا. تشوف بص بص بقى دول، دي ما اتقطعتش اهي، خلي بالك قبل ما تشد عشان الغلطة هتدفعك رسبة تاني، هتضطر حضرتك ترسمها. اوكي اهي، دي بص دي بتتني يعني، خلي بالك دول سلام اهو. شوف دي ما تجيش جنبها تمام، عشان دي هنتنيها كده اهو. شايف يا باشمهندس دي كده اهي اللي فوق اهي كده، زي دي بالظبط، الاتنين قصاد بعض وزي بعض على بعض. ما ينفعش اتنين قصاد بعض واحد عكس التانية، ما ينفعش ابدا بالمنظر ده. ابسط حاجة ممكن تاخد دي الاول، هتريحنا في الشغل اللي هم الحتة دي اللي هو تعتبر ارضية المعبد دي، دي ودي ارضية المعبد يا جماعة. مش فاهم انا المسطرة عشان ما اجيش عند الحاجات اللي جوه، فهمتني؟ يعني المفروض انا اجي ما اجيش على جنب دي خالص، اعمل دي كده عشان ما تبص منك لما تيجي تشتغل، وخصوصا لما يكون ورق خفيف شويه زي ده. بص بقى احنا في كان في اتفاق قلنا يا جماعه اللي هو لازق في الورقه ده، شايف اهو ده بيكون كده بص للداخل بكل بساطه، وزي ما انت شايف كده هتلاقي ابتدى المعبد بسم الله ما شاء الله يشتغل معاك زي الفل. هنا في حاجات بص مش في الرأس ده ما تقطعش، خلي بالنا.
ده كان رأسي، ده مستمر لحد هنا كده. هتعرف حالا. بص بقى دي، انا نمسك بقى دي كده اهي، شوفوا ازاي اللي جوه كده اهي. تمام، شوف حتى لوحدها. بص يا باشمهندس، انت مجرد ما بتعمل كده تحس ان هي لوحدها بتشتغل معاك اهي. يعني دي جت مع دي، صح؟ هتلاقي التمثال ده ظهر. بص كده التمثال ظهر اهو، ماشي. ده نخلي بالنا، دي التمثال ده زي ما هو كده اهو، التمثال ده زي ما هو كده، يعني ده زي اللي تحت بالظبط بس فوق. بس واحدة واحدة عشان هو يا دوب يعني متلصم. تمام، بص يا باشمهندس، مجرد ما بتتني دي كده اهو، دي كده اهي، شوف. بص بص، دي كده ودي كده ودي كده، شوف المنظر. دي البره اهي، شايف؟ مجرد ما تعمل دي كده ودي كده، بص تملي بواحده وعكس تانية على طول. دي اللي فوق اهي، تمام. دي لازم كانت تتحرر، مش متحرر اهي، لو اتحررت هتحل لك كل المشكله اهي. دي متنيه كده اهو عشان تبان انها 3D. بص يا باشمهندس، تبان معاك 3D، ودي زيها كده. بص مش قلنا دول، بص شايف كده، دول اللي بره اهو، يبقى دي لازم تكون كده. هتلاقي معاك هنا الجزء ده 3D كله اهو. الاجزاء اللي هنا دي كده اهي، ده كان لازم يتقطع برضه اهو. شوف الحاجات اللي هي ما بتفتحش دي بتبقى مسببه لك مشكله، لازم تتقطع عشان احنا هنتني ده كده. بص اهو، ده هيتني كده. دي اللي داخل كده، شوف بقت مجسمه اهي، ودي تتعمل العكس. بص المسله هنا هتلاقي ايه، بقت فيرتيكال اهي. تمام، بص شايف الجزء ده بقى، ده لازم يبقى لجوه كده، ده للداخل اهو. تبص تلاقي اللي هنا المعبد باين 10/10، وهكذا. يبقى انت خلاص كده عرفت الفكره. مره هتبقى تشوف ده برضو نفس الفكره، دي هتطلع التماثيل نفس ده، اخو ده بالظبط، ماشي. طبعا الجزء ده مماثل للجزء ده، يعني نفس التانيات بنفس كل حاجه، يعني ده نفس الميل اهو للداخل كده. طبعا لو انت مثلا ممكن اي حاجه مساعده كده افضل، يعني ممكن تعمل كده بالقلم، شوف هتلاقي الموضوع سهل انك تتني. هنا نفس الفكره، دي هنتنيها كده في الداخل. وده عكس ده تملي. بص تملي ده هيبقى زي ده كده، يعني ده هيبقى لبره اهو، شوف ده كده. مش احنا بخلي بالك، انت التانيات دي كده صح اهي، دي زيها للداخل اهي، يعني ده زي ده. ده تملي، اعرف ان هو لازم يكون عكسه على طول، مره واحده كده، مره كده ومره كده بالشكل ده. مش احنا دي، بص دي تاني اهي، يبقى دي تتعمل كده بالشكل ده اهي، ودي عكسه. يبقى دي من الداخل كده، ودي عكسها لجوه. يبقى هنا ده الجزء. تعال نمسك بقى الجزء اللي تحت، هنيجي بقى الاكباش دي. بص بص يا جماعه، ده كده اهو، ده كله ده طالع معاك اهو لفوق، ماشي بالشكل ده. بص يعني ده كده يخلص معاك خالص، لازم تخلصه لسبب. بص يا باشمهندس، ده لو ما اتعملش ده، لو ما اتجابش كده مش هتعرف تجيب التاني، يعني ده اهو. ده كده وده زيه، ممكن بقى احنا قلنا ايه، نشوف الحاجات اللي هي الراس دي تتشال معاك اهي بالشكل ده كده. يبقى احنا خلصنا المعبد بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين.
3D اهو، ادي الاجباش ودي المسلات زي ما حضراتكم شايفين كده اهو المنظر بتاعه. تمام كده، وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.